من منصة صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك وشاشة ال بي سي انترناشونال، مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج توني خليفي مباشرة على الهواء. ليلي مواضيعنا راح تكون مواضيع عديدة، ولكن دائما بنركز فيها على المواضيع اللي كانت هي حديث الساعة، إن كان بالسياسي، إن كان بالوضع الاجتماعي، إن كان بالوضع الإنساني الفني، أو أي شيء كان عم بيتناولوا الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الحديث الخاص. ليلي خلينا نشوف نحن وياكم بداية شو هي مواضيع حلقتنا قبل ما نكون مباشرة بعد مع ضيوفنا وندخل في صلب هذه المواضيع. بحلقة توني خليفة الليلة، بعد هجوم جبران باسيل على صليب القوات المشطوب، تخيلوا انه بيتهمنا بالنازية يلي شطب الصليب وقتل فيه الناس. هيدي الحقيقة بلسان اللي عملوه الناس اللي بتصوم عن الميت مقابل أجر، تنحسب له أو لا؟ إذن أبرز مواضيع حلقة الليلة هني موضوعين، الموضوع الأول هو موضوع سياسي والموضوع الثاني هو موضوع ديني، بما أنه نحن بالشهر الفضيل بشهر رمضان المبارك ويتعلق بما يتم تداوله اليوم عن أنه هل يحق أو لا يحق لشخص أنه يصوم ويصلي عن شخص ميت مقابل أجر، هل هذا هو بالشرع مقبول أو غير مقبول؟ رح نكون بعد شوي مع نقاش حول هذا الموضوع، ولكن قبل ما نفوت بالموضوع الديني خلونا بما ورد على لسان الوزير السابق النائب جبران باسيل عندما قال عن القوات اللبنانية وقائد القوات اللبنانية رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال عنه أنه هو شطب الصليب لا يقتلوا الناس فيه. هيدي العبارة والمقصود بشطب الصليب هو شعار القوات اللبنانية، الصليب المشطوب ليعتبر هو رمز للمقاومة المسيحية والمقاومة اللبنانية، قامت لأيامة على مواقع التواصل لمن هم قوات اليوم في الوقت الحاضر ولمن هم كانوا قوات، يمكن بطلوا قوات اليوم ولكن كانوا في صلب المقاومة اللبنانية، وانعمل شعار على مواقع التواصل الاجتماعي تلوا الدنيا صلبين، وصار كل أحد مناصر للقوات اللبنانية يحط هذا الصليب، صليب المشطوب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. الليلة رح نحن وياكم نحكي عن حقيقة هذا الشعار، من أطلق هذا الشعار، فكرة مين كانت، لماذا كانت هذه الفكرة، هل هي بالفعل مثل ما قال الوزير باسيل شطبوا الصليب ليقتلوا النبي، ولا عملوا الصليب ليدافعوا عن المسيحيين؟ فاليوم من سيتكلم عن هذا الموضوع أنا بعتبره في الوقت الحاضر هو إنسان حيادي على مسافة واحدة من الجميع، على مسافة من القوات اللبنانية، حزب القوات اللبنانية، وعلى مسافة من التيار الوطني الحر، ولكن لم يكن على مسافة بعيدة من صلب هذا القرار عندما تم أو أخذ قرار رسم هذا الشعار واعتماده، لأنه هو كان الموكل إليه تنفيذ هذه المهمة، هو قائد القوات اللبنانية السابق الدكتور فؤاد ناظر. قبل ما نكون مع دكتور أبو ناظر خلينا نشوف نحن وياكم تقرير صغير، شو قال الوزير باسيل، شو كانت ردات الفعل وشو صار. صليبنا بأرضنا مغروس، عبوا الدنيا صلبان مشطوبة، هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي السبت الماضي ردا على تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. تخيلوا انه بيحكي بالعدل وبالقضاء يلي بيغتال اطفال ورهبان وبيفجر مطرانيه، وهيدا مش نبش للماضي، هيدا الحاضر، لانه ما تاب ومستمر لليوم بعمليات ابشع هي الاغتيال السياسي، لانه قتل الروح اصعب بكتير من قتل الجسد. تخيلوا انه بيتهمنا بالنازيه يلي شطب الصليب وقتل فيه الناس وطمرنا جنود جرودنا بالنفايات السامة،
النائب وهبي قطيشة رد على باسيل حول موضوع الصليب المشطوب. التجارة بالصليب بعد لليوم يعني عم يستعملوها. بده يكون معلوماته للوزير باسيل يمكن الثقافية أو التاريخية أو المسيحية، ما بيعرف أنه بالعالم في من 100 شكل للصليب. إذا نحن نقينا هالشكل صفة نحن صار خنجر هيدا. من جهته النائب نديم الجميل كتب أنه رمزية صليب المقاومة اللبنانية أكبر من أنه تنجاب سيرته على لسان بعض الذميين، وقال هذا الصليب يلي أطلق بمحبسة مرشربل بيرمز لصمودنا ولا تشبثنا بهالأرض المقدسة. بدور الوزير السابق ريشار كيومجيان صرح بأنه الشعارات والرموز يلي أطلقتها القوات أيام المقاومة العسكرية ساعدتها على الصمود، واعتبر أنه باسيل عم يحاول تضليل الناس، وأكد أنه الحكيم ما له علاقة بالصليب المشطوب بس أكيد ما بيخجل فيه. رئيس تحرير الأخبار بالـ LBCI جان فغالي نشر على صفحته بوست خبر فيه قصة الصليب المشطوب أو صليب المقاومة يلي بترجع للعام 1984 أيام المهندس فادي فريم والدكتور فؤاد أبو نادر، وبالتالي يلي قال عنه باسيل أنه هو اللي شطب الصليب كان بعد ما صار قائد للقوات. أما الوزير السابق ملحم الرياشي فاكتفى بنشر فيديو هو عم يرسم إشارة الصليب المشطوب. ومن بين الردود أيضاً الصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل وبتشرح معنى الصليب المشطوب يلي بيرمز لقوة الإرادة عند المسيحيين بلبنان والتصميم على أنه يبقى الصليب مغروز بهالبقعة من العالم. إذن هيك كانت ردات الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على ما ورد على لسان الوزير باسيل حول أنه وكأنه يعني قصد بشكل أو بآخر في رئيس حزب القوات اللبنانية الحالي الدكتور سمير جعجع. نحن سنتطرق إلى هذا الموضوع الليلة لا من باب الدفاع عن سمير جعجع ولا من باب الهجوم على جبران باسيل، نحن سنتطرق في هذه الفقرة إلى حقيقة تاريخية يجب أن تعرف، لأن هذه الحقيقة هي واردة في صلب تاريخ الحرب اللبنانية، تاريخ المقاومة اللبنانية، تاريخ شريحة كبيرة من المسيحيين اللي شاركوا في هذه الحرب الأهلية كانت رمزيتهم هذا الشعار، شعار الصليب المشطوب. من أطلق فكرة هذا الصليب؟ من أشرف على تنفيذه؟ اللي عرفناه من خلال التداول، طبعا اللي كانوا عايشين بتلك المرحلة بيعرفوها، ولكن الجيل الجديد يمكن ما بيعرفها. اللي عرفناه نحن أنه أطلقت بدعوة من قائد القوات اللبنانية السابق المهندس فادي فريم، وأوكلت المهمة إلى الدكتور فؤاد أبو نادر ومجموعة من القوتيين، اللي أصبح فيما بعد الدكتور أبو نادر هو قائد للقوات اللبنانية. واليوم الدكتور أبو نادر هو على مسافة وحدة من كل الأفرقاء، لهذا السبب كان الاختيار أنه نناقش معه شخصيا موضوع هذا الشعار، لأني برجع بأكد لسنا بصدد الدفاع عن سمير جعجع ولا بصدد الهجوم على جبران باسيل. دكتور فؤاد أبو نادر القائد الأسبق للقوات اللبنانية، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. طبعا شفنا نحن وياك هذا التقرير اللي رجع فتح جروح قديمة وقديمة كتير، يعني فتح جروح قريبة وفتح جروح قديمة، ولكن الجرح اللي انفتح أكثر هو جرح شريحة من المجتمع اللي بيعتبر حاله اليوم أنه هو خارج هذا السجال أو خارج هذا العداء أو خارج تصفية الحساب بين فريقين موجودين اليوم على الساحة بقوة، هني فريق تيار الوطني الحر وفريق القوات اللبنانية، حزب القوات اللبنانية بقيادة الدكتور سمير جعجع. أنتوا من هذا الفريق يمكن اللي غير معني بهذين الفريقين بالوقت الحاضر أو بصراعاتهم، ولكن أنتوا معنيين تماما بحقبة قديمة بتعتبروها كانت مشرفة وبتعتبروها أنه كانت إلى الفضل ببقاء ما يعرف بالمسيحيين بهذا البلد نتيجة نضال ومقاومة وسقوط شهداء. اليوم كتار بدهم يعرفوا حقيقة هذا الشعار، شعار صليب المقاومة اللي استعمل كرمز للقوات اللبنانية. ليش؟ كيف اجت هذه الفكرة؟ مين طلب هذه الفكرة؟ مين نفذها؟ ونحن عم نسمعك، تفضل. مساء الخير، وأنا بشكرك لعم تعطيني هالفرصة حتى نبدد هاللغط الموجود حول صليب المقاومة. ما اسمه الصليب المشطوب؟ ونحن ولا مرة استعملنا هالكلمة صليب المشطوب. وأنا فيني أقول لك أنه أنا بيو لهالصليب، صليب المقاومة. أنا كنت وراء الفكرة
وعرضناها على فادي وقتها كان قائد هويه اللبنانيه وكثير رحب بالفكره. وفات هو نحن مش مشروع الصليب بحد ذاته، انما مشروع المرشديه الروحيه بالقوات اللبنانيه. واذا هلا بدك انا رح اشرح لك كيف خلق هالصليب وكيف بنخلق من المعاناه. بس قبل اذا بتسمح لي بدي اقول شغله صغيره لكل اللي عم يسمعونا هلا من رفاقنا القدامى يلي شاركوا بالحرب. بدي اقول لهم انه انا بفتخر بالشيء اللي عملناه، وانا فخور فيكم واحد واحد لكل شيء عملتوه، لكل التضحيات تبعيتكم. وما تخافوا، بالرغم من انه هلا الوقت كثير صعب، رح يجي وقت هالوقت هيدا رح يزول حتما، ورح نرجع نخلق لبنان جديد تيقدروا يعيشوا اولادنا فيه بحريه وامان وكرامه ومساواه. الفكرة الصليب بلشت ب 83 من بعد معركة الجبل وأربع أوائل 84، وقت نحن خسرنا شقفة من هالمعركة بالجبل، وبذات الوقت كان بشير بعده ميت، وكان عندنا كثير شهداء وكان كثير في مصابين. كنا بحاجة لنرجع نستلقط أنفسنا ونرجع نعطي هيك شيء جديد لحل للشباب تبعونا، وخاصة نخلق تقوية ذاتية داخلية عند هالشباب هيدي. كان في شخص كثير بعز على قلبي اسمه جورج فرين كان يسميها لوريال مومون مورال. نحن كنا بحاجه نعمل ريال مومون مورال للشباب تبعونا. مشان هيك اجتمعنا واخذنا ثلاث مقررات بوقتها. واحد يتعلق بالامور العسكريه، كيف نرجع ننظم العسكر ونهيكل العسكر وندرب الى اخره. اثنين كان بهمنا نرجع نروح لعند الشباب ونقول لهم يعطيكم العافيه وبرافو عليكم على الشيء اللي عملتوه بهالمعارك يلي واجهنا فيها جحافل كتير قوية وأقوى منا كانت بكتير. ومش هناك عملنا وسام المقاومة، سميناه وسام الجبل، يلي كان في درجة الأعلى يلي هي للشهيد، بعدين للمصاب، بعدين لكل يلي شاركوا بمعارك الجبل، لشباتنا وشبابنا. وتكلف وقتها الشعب الأولى مع جوزيف شاول والشعب الخامسة مع فادي حايك لحتى ينظموا الاحتفال ونعمل توزيع لهالأوسمة. وأصر فادي فرين بوقتها أنه تروح المجموعات من القيادة تبع القوات ينوجدوا بالسكنات وبين الوحدات حتى يوزعوا ويهنوا الشباب على الشيء يلي عملوه. وتالت شغلة قررناها هي أنه ننشئ المرشدية الروحية بالقوات اللبنانية، لأن شعرنا هون انه نحن كنا بحاجه انه هالشباب يرجعوا الى الذات، ينعمل تنقيه للقلوب، نخلق هيك مصالحه بين نفسه بالاول ومع الاخرين. وبذات الوقت كنا حاسين انه كان في فراغ عند هالشباب هيدا، وهالفراغ بده يتعبى بغذاء روحاني. وهون كان في شخص كان سبقنا بهالشيء هيدا، وكان خلق تقريبا هو بالقطاع اللي هو كان مسؤول عنه، يلي هو النظاميات ورفقتنا جوسلين خويري، يلي هي خلقت مرشدية روحية بوقتها. ونحن وكان كل الوقت بتقلنا انه الى جانب التدريب العسكري لازم نعمل كمان تهيئة وتحضير روحاني. ومشان هيك عرضنا الفكرة وقتها على فادي انه نخلق المرشدية الروحية بالقوات اللبنانية، وقررنا نعمل شغلتين. واحد انه نتبع المرشدية الروحية للشعب الخامسة يلي كان رئيسها مثل ما قلت لك فادي حايك، وكان في معه فريق خاصة يلي أسس مجلة المسيرة إلي خياط والمجموعة العمل اللي معهم. والشغلة الثانية عملنا فريق عمل راح برم يلي كان معنا جوستين خويري، ورحنا برمنا على ال 14 كنيسة تنشرح لهم أنه نحن بدنا نعمل مرشدية روحية وبدنا ال 14 كنيسة يشاركوا فيها. وبالفعل هيدا الشيء يلي صار، عطونا ممثل، كل كنيسة عطتنا ممثل، وكل رهبنة كمان عطتنا ممثل، وعطونا كمان كهنة يكونوا هن المرشدين الروحيين. وبهالطريقة هيدي أسسنا المرشدية الروحية. وبأول اجتماع لها انتخبوا هن بين بعضهم الشخص يلي كان حقيقة بيمثل كتير من الوجدان، وبذات الوقت اللي عنده هالة كتير كبيرة بالعالم الكنسي والديني، وهو الأباتي بطرس الأزي. أباتي بطرس الأزي يلي كان حقيقة هو بشع فرح وبشع هدوء وبشع هيك، يعني تحس انه مطرح ما بيقعد بتروق الأجواء وبيروق الشحن. والأباتي أزي انتخب هو يكون المرشد العام بالمرشدية الروحية. وبين هلالين خبركم خبرية انه كان هو المرشد الروحي تبعي. بعدني في وقت كنت روح لعنده اقعد قدامه وكون رح فرق، يعمل كأنه في بركان جوا عم بيغلي غلي. من بعد ما يقعد اقعد معه هيك بحس انه شوي شوي بلشت روق، وقت يصير في هيك شوية فرح
ساعتها كان قال لي هلا صار فيك تفل وتروح على شغلك. ساعتها استمعوا الهيئة العامة تبع المرشدية الروحية ونظموا كيف بده يصير فيه تنشئة دينية وروحانية، كيف بده يصير الاحتفالات الدينية، وكل مرشد روحي عطوه لعدة يروح يعمل يقدر يعمل القداس على المتراس أو على الجبهة أو بسكنة أو بمحل هيك يكون على الجبل كمان. بهالطريقة هيدي كان ياخذ البطرشيل معه والشنطة تعبيته ويروح على القداس. والشغلة التالت اللي نحن كنا أنا بعتبر نحن كتير فخورين فيها هيدي التجربة المسكونية بالقوات اللبنانية. يعني ما كان حدا يعرف إذا كان التاني ماروني أو أرثوذكسي أو أرمني أو أرمني إذا ما كان يخلص اسمه بليان يعني أو سرياني إلى آخره. بهالطريقة هيدي كان في الشباب كان في لحمة بين الشباب. خبركن هيك نكتين صغار. واحدة كان في خوري وقت تهجرنا من بحمدون وقعدنا بدير القمر وطلعت أنا على دير القمر وقت الحصار، تعرفت على خوري أرثوذكسي بحمدون وفيما بعد شفته من بعد الحصار بجوني قلت له تعال انضم للمرشدية الروحية. كان ساكن بكسروان وانضم للشباب هنيك بكسروان وكان يروح يقدس ويصلي للشباب بجوني وبكسروان بقداس أرثوذكسي. وفي بمحل تاني بالبقاع الغربي بسكنة بقاع الغربي كان في مرشد روحي هو أسيس إنجيلي كان موجود فوق وكان حقيقة جدا فاعل مع الشباب. وهذا الشيء اللي خلق رابط كتير كبير بين المرشد وبين الشباب وساعدنا تنحل مشاكل كتير كبيرة. هون بدي نوه بشغلة بس بدي دكتور أبو ناضر بس بدي يفوت بخبرية كيف طلع معكم هذا الشعار، من أصمم هذا الشعار وكيف استعمل ولماذا استعمل، وشو رأيك بالسجل اللي عم بيصير اليوم انه زجوا هذا الشعار لانتم عملتوه كمرشديه روحيه وكشعار مقدس للمقاومه اللبنانيه، كيف يزج بتصفيه الحسابات السياسيه على الساحه المسيحيه؟ تفضل. بس بدي اقول لك شغله، بالمرشديه الروحيه كمان كان في برنامج خاص للمسلمين اللي كانوا بالقوات. نعم. لحتى يصير في نفس الترتيبات يلي كانت تصير للشباب المسيحيين. وأعرف أنا في شخص وقتها اسمه علي الدايخ استشهد على رأس شبه، هو كان رئيس المجموعة، صار في عنده ترتيبات خاصة. من بعد ما خلصنا هالترتيبات عملنا طلبت من الشعب الخمسة يعملوا ثلاث أشياء. واحد يحضروا مناسبة تنطلق هالمرشدية الروحية، وهذا الشيء اللي صار بنيسان ب 19 نيسان 84. اثنين نحضر شعار ويكون هو شعار صليب مميز يصير تعرف فيه القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية بهالشعار هيدا. والشغلة الثالثة صلاة المقاومة. هالشعار هيدا يلي هو صمم من قبل شباب الشعب الخامسة والمجموعة اللي كانت مسؤولة عن مجلة المسيرة إلي خياط والشباب يلي معه، هن صمموا هالصليب هيدا يلي بيرمز بلونه الأحمر للشهادة والمجد، اللون الأبيض للمعاناة تبع المسيحيين عبر العصور وعبر التاريخ والصمود تبعهم بالأرض، والشطبة بالآخر يلي هيك اتفقنا عليها هي لأن نحن حاملين هالصليب وعم نجره لهالصليب ونبرع على الأرض حتى نوصل بعدين ونشكه على رأس الجبال لحتى بعدين يشلش هالصليب ويضل يشهد على خصوصية هالبلد يلي اسمه لبنان بهالشرق وعلى خصوصية المجتمع يلي المتنوع يلي موجود فيه لبنان. وهيك خلق الصليب. وما بحياته كان هالصليب انه ينحط او على علم او على آلية عسكرية. طالق كل الفترة اللي كان فيها فادي رئيس للقوات وبن بعدها انا لحديث لل 86 لبلشت نشوف انه ينحط على اعلام ويندهن على الآليات العسكرية. وبالنهار اللي عملنا اطلقنا الصليب هيدا وزعنا صليب الصليب المقاومة مع الصلاة على ورقة واحدة ومكتوب تحت تحديدا انه يمنع استعمال هالصليب الا من خلال المرشديه الروحيه. دكتور دكتور ابو ناضر او كانوا يعلقوا برقبته. عفوا دكتور. نعم. ابو ناضر، حرب الشحار الغربي باي سنه كانت؟ 83 بايلول 83. بحرب الشحار كان في الصليب لا لا كان الشحار كانت بال 84 الجبل كانت ب 83 بحرب الشحار لا. كان في علم على الاعلام صليب القوات وعلى بعض الاليات يعني وقت سقوط الإقليم إذا بدك تحديداً. إيه بالإقليم صار من بعد الأربعة وثمانين بالخمسة وثمانين بس ما صار في أبداً صليب استعمل أثناء معركة الجبل لأن ما كان موجود بعد.
انطلق المشروع يعني الصليب انرسم تقريبا شي كم اسبوع قبل الاحتفال يلي عملناه بعنايه بال 84 بنيسان. نعم. 84 صليب ما كان موجود وقت معركه الجبل ب 83 اكيد لا، ولا كان موجود باوائل ال 84. طيب كيف تلقيت هذا السجال حول هذا الصليب؟ يعني اليوم فريقين مسيحيين عم بيتناحروا عم بيتسجلوا وكل واحد استعمل هذا الصليب، أو أحد الأطراف خلينا نقول استعمل هذا الصليب ليسجل أهداف بفريق السياسي الخصم. كيف أنت تلقيت كفؤاد فريم، عفوا كفؤاد أبو ناظر، كيف تلقيت حبيب القلب وأنت من يقول أنك أبو هذا الصليب، يعني أنت بيو لهذا الشعار، كيف تلقيت هذا السجال وشو كانت ردة فعلك؟ كنت في يعني ألم كتير بقلبي، وحسيت هيك من جوا انه ليك وين بعدهم هالشباب، نحن دمرنا منطقتنا سنة التسعين، قتلنا شعبنا في 484 مقاتل من الجيش ومن القوات استشهدوا، من عدا المدنيين يلي يمكن بيعتقد انه بفوق 1500، وبعدنا هون بعدنا عم نتخانق اذا الصليب مشطوب او مش مشطوب او هيدا هيك او هيدا هيك. يعني انا برايي بدل ما يروح يفكروا كيف بدنا نبني لبنان للمستقبل، كيف بدنا نخلي اهلنا ما يفلوا من هالبلد، كيف بدنا نرجع نخلق هيك عصبيه جديده ترجع تبني لبنان جديد لحتى اولادنا يقدروا يعيشوا مرتاحين بهالبلد، قاعدين عم بيتلهوا بعضهم باشياء قديمه بهاللغه الخشبيه الفاسده يلي بتلعن النفس، بعتذر على هالكلمه اللي استعملتها. هيدا انا اللي شعرته وقت سمعت بعدنا هون بعدنا بهالسجال العقيم هيدا يلي دمرنا. مش هيك بدي اقول لهم للشباب انا كله سوا من الجهتين انه يروقوا يروحوا يشتغلوا بالسياسه، ما يشتغلوا بهالامور الشخصيه الصغيره، وخاصه برموز المقاومه المقدسه تبعتنا. نحن مشاهدنا هيدي الرموز مقدسه، شهدائنا مقدسين، ممنوع تدنيسهم، ممنوع حدا يرجع يلعب فيهم ويتاجر فيهم، ممنوع حدا يتاجر فيهم. روح يشوفوا شو بدهم يعملوا هلا هن بالسياسه، وكيف بدهم يلاقوا حلول للناس، كيف بدهم يبطوا الامور هلا قاعدين عم بيتاجروا فيهم على دم الشهداء. يا عيب الشوم عليهم كلهم سوا. شو بتقول كلمة أخيرة للبنانيين دكتور أبو ناظر، خصوصا أنه طلاتك الإعلامية قليلة، يعني نادرا ما نشوفك بمقابلات على التلفزيون. ترجع لكم رجال الإعلام، يعني اليوم لو ما كان في الصليب المقاومه ما كنتوا يمكن دعيتوني. يمكن هيدا تقصير منا، ولكن هيدا لا يعني ما بي يعني ما بيكفي انه نحن بنكمل لك كل تقدير وكل محبه وتاريخك يشهد له. يعني تفضل. تسلم. انا بدي انه شغلي انه من بعد الاحتفال اللي عملناه بعنايه وقتها مع الشباب تبع بالخمسه كتبت هيك كلمه كتبوا لي، يعني هن كلمه صغيره وحطينا الافكار كلنا سوا، وكتبنا كلمه جمله بالاخر واجت منهم للشباب شعب الخمسه انه البارودة يلي ما في وراها مؤمن في وراها مجرم. المؤمن والمجرم مش يعني واحد بيصلي من على بكره العشيه، مؤمن يعني بيامن بالقيم الاخلاقيه والانسانيه والدينيه، وهيدا اللي بيميز الانسان اليوم يلي بدنا نرجع نعمل نبني لبنان على اساسه للمستقبل، انه يكون هالانسان خلوق، هالانسان ما بيكذب، هالانسان ما بيسرق. هيدا هو الانسان بدنا نعمله يلي هو ذاته اللي كنا يلي نحن بلشنا نبنيه بالقوات اللبنانيه، هو ذاته اليوم اللي بدنا نرجع نعمله، لان بدونه ما رح نقدر نرجع نوقف على اجرينا بهالبلد. بدي انهي لك بكلمه صغيره قال بشير بالزمانات، نحن هجمنا كمسيحيين انما دافعنا عن انفسنا كلبنانيين، وما زلنا حتى اليوم عم ندافع عن هالبلد كلبنانيين لان مؤمنين ايمان اعمى وشامل وكامل بهالبلد هيدا المميز بالعالم. هل سيعود فؤاد أبو ناظر إلى الأرض مجددا بين الشباب بين المقاومين الجدد خلينا نقول اللي هن اليوم طواقين إلى التغيير بهيدا البلد؟ هل ممكن نشوفك قائد على الأرض، مشرف على الأرض، مرشد خلينا نقول على الأرض، أو بعدك أخذ قرار الاعتكاف؟ لا أنا ماني معتكف أبدا، أنا موجود على الأرض.
من 2015 وقت بلشت أول مظاهرات ما كنت إلى جانب الشباب على الأرض، وب 17 تشرين 2019 كمان كنت على الأرض رفقتهم كل يوم كنت تحت معهم، وكتير استغربوا كتير استغربوا أن يكون في مسؤول عسكري وسياسي موجود قاعد معهم مسترجي ينزل يقعد معهم ويناقشهم ويقعد معهم ويرشدهم شو لازم يعملوا. صدقني بأول مرحلة كانت صعبة، وفيما بعد صاروا يجوا ينطروني بناطرة حتى انزل ونقعد نحكي معهم ونتجادل سوا ونشوف كيف بدنا نرجع نبني هاللبنان اللي عم نحلم فيه كلنا سوا. القائد الأسبق للقوات في شغلة تانية، تفضل برضو في شغلة تانية، أنا موجود على الأرض ما تركت أبدا. من 2010 أسست جمعية اسمها نورج، وأنا نحن قاعدين مع مجموعة نورج وبحييهم الليلة كلهم سوا حتى نساعد الناس تيبقوا بضياعهم اللي إلهم شغل، وبذات الوقت نساعدهم على يقدروا نحافظ على المدرسة ونحافظ على نخلق لهم طرق حتى يقدروا يتطببوا، خاصة بهالمرحلة هيدي يلي الكورونا ما خلت أنينة أكسجين ماشية وما خلت حبة أسبرين بالفرمشية. على فكرة نحن الاتصال اللي صار أول اتصال بيني وبين حضرتك صار حول موضوع أنه نحكي بهذه المؤسسة تحديدا عن شو عم تعمل هذه المؤسسة على الأرض، شو بتأمن خدمات، ولكن صارت ما صارت الظروف، ولكن قريبا جدا إن شاء الله بيكون لنا لقاء وبنحكي بالتفاصيل حول هذه المؤسسة. شكرا لك القائد الأسبق للقوات اللبنانية الدكتور فؤاد أبو ناظر على أنك خصيتنا في هذه الإطلالة معنا للتوضيح على موضوع بهم شريحة كبيرة من المجتمع المسيحي، ومثل ما أنت قلت لا الشهداء ولا الشعارات ولا المقدسات هي للمتاجرة ولا من أي فريق موجود اليوم بالبلد، هيدي مقدسات يجب احترامها وإبعادها عن أي سجال أو تصفية حسابات سياسية. شكرا لك، ما هو التالي ونتابع. شكرا. الناس اللي بتصوم عن الميت مقابل أجر تنحسب له أو لا؟ أهلا بكم من جديد، نحييكم ونتابع هذه الحلقة من برنامج توني خليفة، ونصل إلى الفقرة الدينية لمناسبة هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. اليوم يكثر أو يكثر الحديث عن فعل أو عمل ربما البعض يراه هو عمل شرعي ويجب أن يكون، البعض الآخر ربما يكون لديه بعض علامات الاستفهام حول هذا الموضوع. الموضوع هو بكل بساطة أنه في ظاهرة أنه في ناس شغلتهم أنهم يصلوا ويصوموا عن الميتين، يعني بيقبضوا أجر مقابل أنه يؤدوا فريضة الصلاة أو فريضة الصوم عن الميت خلال شهر رمضان. كيف ينظر الشرع والدين إن كان عند الطوائف السنية أو الطوائف الشيعية حول هذا الموضوع؟ دعونا نرى بداية هذا التقرير مع شهادة حية لإحدى السيدات التي تقوم بهذا العمل مقابل أجر، وبعدها نكون بحوار ثلاثي بين ضيوفي في استوديو وفي بيروت وفي القاهرة. دعونا نبدأ مع هذا التقرير. كنت مزوجة وجوزي عم بيسأل عن انه بده يصلي لمرته المتوفية وهيك، قلت له انا ليش بدك سهروا الشيخ، ليه بدك تسأل، هاي بصلين انا وياك، انت ما عليك وانا ما علي، بنقضي ليهم. لقيت انه شغلة انه تكسبي أجر، إنه أنت قديه بتفتخري بنفسك إنك عم بتصلي عن ناس ميتة، إنه يعني هذا الشيء كتير منيح وقاله أجر عند رب العالمين وهيك. والله الشيخ بيقول لي ما زال ما عندك فراغ وعندك، ليش ما بتاخدي صلاة بالإجرة، ما زال ما عليك صلاة. والله بلشنا يعني أكيد بده يتأكدوا من صلاتك من لفظك من يعني فيها مسؤولية شرعية الصلاة، مش إنه مين ما صلى قال أنا صليت أو شيء وهي. يعني الصلاة إلى لفظ وهي يعني كله يعني من قبل الشيخ أخدينهم يعني درسين لحتى هيدا، مش غلط إنه الواحد إنه يقبض كمان عليهم، يعني هي تعتبر من المبادرة إنه من مساعدة للناس إنه عم ساعد الناس، وهي عم بتساعدني إنه عم بتصلي عن بيي أو عن خيي أو عن أختي، يعني كنه بالنهاية كله أجر. والله صار إلي شيء تقريباً
23 سنة 24 سنة، نحن كذا وحدة يعني مش لحالي أنا، نحن كذا أخوت مستلمينها. خاصة يعني أهم شيء بدها تكون عليها لا صلاة ولا صيام، إذا عليها صلاة وصيام ما بيجوز تصلي تقضي عن حدا. أنا ما في صلي لشخصين بشهر واحد، لشخص واحد. أنا الشيخ بيتصل فيي بيقول لي في سنة صلاة عن شخص فلان، بلشي فيها قضيها خلصت خلاص، بقول له للشيخ أنا خلصت خلص. هلا وفي ناس صارت تعرفنا إنه منصلي بالإجراء بتقصدنا، يعني بتسأل إنه الحج فلاني كذا، يعني بيسألوا بيجوا سوا لعنا بيحكونا. في ناس مثلا بشهر بتخلصها، في ناس بشهرين، في ناس بثلاثة، حسب هي وفضاوتها. نحن اللي منصلي هون أربعة أيام عم قلك الصبح وأربعة الظهر وأربعة عشية، هاي أنا هيك مقسمتهم. رفقاتي اللي معي نفس الشيء كمان هيك بيقسموا، مثلا كل سنة صلاة منهديها مرتين صلاة الآيات، يعني في شغلات كتير بنعملها بالنهار منهديهم، يعني نحن منكسب أجر وهو بيكسب أجر. بشهر رمضان ما فينا نصوم عن حدا لأنه هذا الشهر لقلنا نحن. يعطوكي عالسنة عسنة الصلاة، هلأ حسب كل إنسان حسب ماديته، يعني المادية عنده ما فيك كمان تجبر العالم إنه، وخاصة بهالوضع تضغطي على العالم. نحن بنعتمد هيدي المسألة على الشيخ، الشيخ شو بيحددها نحن بناخده. يعني أيام بتجيكي بستمية، أيام بخمسمية، أيام سبعمية، أيام أربعمية، عرفتي كيف؟ على لبنان أيام بيمرق مثلا شهرين ثلاثة أربعة ما في صلاة، ما حدا قدم صلاة لحتى تصلي له أو شيء. سيكون معي في هذه الفقرة البروفيسور الشيخ خالد عبد الفتاح، هو كاتب إسلامي. مساء الخير بروفيسور. مساء النور. وسيكون معي أيضا المفتي جعفر الشيخ أحمد طالب. مسيك بالخير شيخ أحمد. ضيعت بالستوديو قالوا لي، قالوا لي ضيعت بالستوديو، رحت على غير مكان بسيطة. على كل المهم أنك كان مفروض يكون معنا داخل الستوديو الشيخ أحمد، ولكن راح فهم مني غلط. ومن القاهرة راح يكون معي الشيخ تامر مطر، داعية إسلامي وباحث دكتوراه في الشريعة الإسلامية. شيخ تامر مساء الخير، أهلا بك. راح أبدأ من عندك شيخ أحمد طالب، لأنه أعتقد السيدة اللي كانت عم تعطي شهادتها بالتقرير هي سيدة من الطائفة الشيعية، يعني ضمن نطاقهم، وهي عم بتقول انه هني مجموعة اشخاص يؤدون الصلاة، بس ما بعرف اذا كمان الصوم، عن اشخاص توفاهم الله وبيصلوا عنهم. هل الشرع يسمح بهذا الشيء ان يحدث، خصوصا ان هناك بدل اجر مادي يتقاضاه هؤلاء الاشخاص للقيام في هذه المهمة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لضيوفك جميعا. بطبيعة الحال هذا الأمر هو فرع فقهي، يعني الاجتهاد وارد فيه بحسب المذاهب الموجودة. في الفقه الجعفري هذا الأمر أمر مباح، يعني بمعنى أنه إذا الإنسان توفاه الله وترك وصية ذكر فيها أنه في عليه سنوات صلاة أو أشهر صوم، أو هو كان متعلق في الحج وما حج، فبيطلب يترك مبلغ من المال ويطلب أن يقضى عنه، خصوصا الناس اللي هن كانوا عندهم تقصير عمدي على هذا الأمر، يشعروا بنوع من التوبة والندم في آخر حياتهم، في آخر عمرهم، بيحاولوا يعوضوا عن هذا الأمر، فبيوصوا لعل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لهم أو يتقبل منهم ولو اليسير، ولو إسقاط الواجب وبيبقى فيه الحق العام. بطبيعة الحال ما حيكون مثل ما إذا الإنسان قام بالواجب بنفسه وأداه بنفسه، وهو الأصل أن يؤديه بنفسه، وإذا كان عليه شيء أن يقضيه بحياته، وهذه دائما نحن نؤكد عليها لكل المؤمنين الملتزمين، أن قوموا بواجبكم، لأنه هذا الفعل يحتاج إلى نية منكم، إلى أن يكون هناك خلوص في العبادة، إلى أن يكون للعبادة أثر على النفس وعلى الروح. هذه الأمور كلها سوف يخسرها الإنسان الذي لا يؤدي الواجب بنفسه، ولكن نحن نقول من باب التعويض أنه لو الإنسان قصر في شيء أو أنه لم يقم بواجب من الواجبات وترك وصية وترك بدل مالي بأن يقضى عنه كنوع من أنواع، كما ورد في الصدقات الجارية، كما ورد حتى
في موضوع الإنسان الذي مثلا يكتب كتاب علم نافع أنه إذا مات المؤمن انقطع ذكره إلا من ثلاث: كتاب علم نافع، أو ولد يدعو له، أو صدقة جارية. هي من باب الأثر والتواصل. لا يوجد عندنا مانع فقهي بأن يقضى عنه لو ترك وصية وترك مال، وأن يعطى لهذا الإنسان الذي يقوم بهذا العمل كنوع من أنواع الأجر، لأنه هذا يحتاج أيضا إلى وقت من هذا الإنسان، والإنسان عليه أن ينوي النية عن الميت بأن يقصد أن يكون هذا قضاء عما فات الميت. وأنا أقول لك أن هذا ليس كما يؤدي الفعل نفسه، ولكن هذا ورد في الشريعة، وهناك اجتهادات. بعض المذاهب ربما لا تقبل إلا موضوع الحج أو الصوم وتعتبر للصلاة خصوصية. نحن بحسب فقهنا ورواياتنا والاجتهاد اللي موجود لدينا أن هذا الأمر يشمل كل شيء من الأمور العبادية ولا ما. نعم. شيخ خالد عبد الفتاح، هذه وجهة نظر المذهب الشيعي، وجهة نظركم ربما هناك اختلاف، يعني أنتم لا يقوم أحد في هذا العمل مقابل أجر، صح؟ حتى ولا بدون أجر. ولا بدون أجر. خليني حط أصول وقواعد لهذا الموضوع. نعم. القاعدة الأولى بتقول في عندنا آيات في القرآن الكريم بتقول أن الإنسان له عمله فقط، وأما عمل غيره فليس له. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعيه هو، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال الله تعالى في آية ثانية: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما قال ووجدوا ما عمل غيرهم حاضرا. فالقرآن الكريم يؤكد بأن الإنسان إنما يجازى على عمله. قال الله تعالى في آيات كثيرة: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، فنعم أجر العاملين. هذه آيات كثيرة. نعم. تؤكد أن الإنسان هو الذي يحاسب عن عمله. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، في عندنا شيء بالإسلام اسمه الرياء. ما هو الرياء؟ الرياء هو أن تعمل العمل العبادي لكن أن تنوي فيه نية دنيوية. وقد ورد عندنا في الحديث القدسي بأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: واحد رجل تصدق للفقراء لكن نوى أن يقول الناس عنه إنه متصدق. اثنين: رجل جاهد في سبيل الله حتى مات، بس هذا نوى يقولوا صورته ويحكوا عنه ويقولوا الشهيد فلان وزلمي أبضاي وشوف ما شاء الله عنه، كمان تسعر به النار. رجل علم القرآن، علم القرآن وحفظه بس ليقال قارئ. فقضية أن يعبد الإنسان، أن يتعبد عن غيره مقابل الأجر، النية ليست لله، واضحة أن النية ليست لله، النية أنه في أجر ومقابل مادي في هذا الموضوع. المسألة الثالثة والخطيرة جدا، وهنا أنا بالحقيقة في أكثر من حوار تواجهت مع سماحة المفتي ووجدت عقله ناضجا ووجدته قريبا، وجدته قريب، فأنا أتمنى من باب الحفاظ على رونق الإسلام، أتمنى إذا كان بالإمكان مراجعة هذه الفتاوى وهذه الاجتهادات فهو خير وبركة. لا يمكن أن تتحول شرائع الدين وشعائره إلى تسليع. يعني أنت بتصلي إيه؟ مثل ما قالت الأخت قبل شوي، هذا بيدفع 600، هذا 700، هذا 800، هذه ما ليست موجودة عندنا. حتى الحج اللي هو أجاز فيه فقهاؤنا النيابة في الحج، في حدا بيروح بحج إيه؟ بس بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أنه الإنسان ما يكون قصر في أداء، يعني هو حابب يحج كان بس شو صار يقول عبكرة بعد بكرة عبكرة بعد بكرة، والحج على التراخي مش على الفور. قال هداك الوقت مش كل الفقهاء حتى عندنا قالوا هذا الكلام، كثير من الفقهاء قالوا عندنا لا يجوز أن يحج عن الميت إذا هو لم يحج، كثير من الفقهاء عندنا قالوا هذا. وحتى الذين أباحوا هذا وأجازوه اشترطوا شرط، ما هو؟ أن يكون بأجرة المثل. بأجرة المثل شو يعني؟ يعني مش تجارة، يعني أنت تكت الطيارة، السكون السكن بالأوتيل، أجرة الباص، أجرة الأكل، فقط هذا هو. فهذا الموضوع لابد من التركيز عليه. بدي أرجع حط القاعدة التي بس بدك تسمحني هون بدي مرة مداخل، يعني سمعت الشيخ وأنا كمان بحترم فكرك، ونحن لسنا في مقام سجال لأنه نحن بنحترم. لا طبعا الهدف لكن الكلام السجال. نعم. الكلام اللي أنت تفضلت فيه ناقضته في الأخير، يعني أنت بعدك عم تقول أن لا نسلع العبادة، ثم ذكرت أنه لابد أنه يمكن أن يأخذ
مثل على الحج والحج جديد. ونحن في الصلاة هذا الإنسان الذي يحتاج إلى 24 يوم 8 ساعات كل نهار لحتى يصلي عن ميت سنة، نعطيه بدل الحياة بدل المعيشة أجرة المثل اللي أنت عم تسميه، هذا ليس تسليع. بعد كنت بدي أنا أكمل الفكرة، سمحتك كنت عم بكمل الفكرة، كلامنا معك على الحج يعني. سمحتك كنت عم بكمل الفكرة، بس لا الحج تسليع. إيه خليني بس كمل الفكرة بس. فضل. في عندنا العبادات نوعان أو ثلاثة أنواع، في عبادات بدنية محضة. العبادات البدنية المحضة لا مجال فيها للنيابة ولا للوكالة، والتي هي الصلاة والصيام والطهارة. من لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد. في عندنا الصيام عن الميت بصوم النذر فقط وبدون أجرة، صام عنه وليه وقريبه. أما من لم يصم رمضان فلو صيم عنه 1000 يوم لا يقوم هذا مقام الذي فاته. من لم يصلي لا يقام عنه ما صلي عنه ولو صلي 1000 يوم. في العبادات بالمذاهب السنية في اختلاف بهذا الرأي. نعم أنا عم بحكي على الراجح في المذاهب. ورد روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السنة وعند الشيعة في موضوع في موضوع القضاء عن الميت في الصوم والحج. النقاش بين الشيعة والسنة في موضوع الصلاة. الآن أنت تتحدث عن الرأي الراجح عندك، ولكن عليك أن تبين أنه حتى في المذاهب السنية هناك من يقول إمكانية الصوم عن الميت مطلقا. نعم. سواء كان في النذر أو في غير خلينا النذر. خلينا لك نحرر محل الخلاف. خلينا نحرر محل الخلاف. طيب خلينا خليني بس أخذ رأيي. طيب. كمان لأنه معي الشيخ تامر مطر الداعية الإسلامية وباحث دكتوراه في الشريعة الإسلامية من القاهرة، تنسمع رأيه، لأنه لما كنا عم نحكيه الشيخ تامر بفهم منه كمان أنه رأيه تقريبا قريب جدا من رأي البروفيسور خالد عبد الفتاح، ولكن يقول أنه يجوز أن يقوم بهذا العمل إذا كان في هناك صلة دم قريبة جدا بين الميت، يعني ابنه بيه أمه، بيقدروا هن يقوموا بواجب الصلاة عنه. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لحضرتك وللسادة الضيوف ولكل أهل لبنان وللمسلمين وكل العرب في كل مكان. خليني بس أقول الأول إن يعني ما يعني أنا بعتذر إن حضرتك بتحكي رأي أنا ما قلتش هذا بالمصا، ولكن أوضح علشان لا ما أتفضل تفضل طبعا أوضح علشان بس الأمور تبقى واضحة يعني. نعم أولا الأمر الصلاة متفق عليه عند أهل السنة جميعا. أنا أتكلم الآن عن الصلاة الفرض، الصلاة الصلوات الخمسة الواجبة على الإنسان في اليوم والليلة من الفجر إلى العشاء، هذه باتفاق أهل السنة جميعا لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد لا باستئجار ولا تبرع. الصلاة عبادة عبادة بدنية محضة متعلقة برقبة الإنسان ذاته ومتعلقة بذمته، لا يجزئ عنه فيها أحد. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، والأمر متوجه إلى كل مسلم على انفراد، وأقيموا الأمر بالجمع، وهنا قاعدة الجميع لا المجموع، أقيموا يعني بجميعكم فرادى على كل مسلم أن يقيم الصلاة. ولم يرد أن أحدا من المسلمين لا في عهد رسول الله ولا في من بعده من أصحابه ولا من التابعين ولا من تابع التابعين إلى يوم الناس هذا مما ورد عن أئماتنا ومشايخنا وعلمائنا وسادتنا من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى يومنا هذا في عند أهل السنة رواية واحدة تقول إنه يجوز لأحد أن يصلي عن أحد صلاة الفرض. أما أن يتبرع أحد فيصلي لأحد من باب القربات فذهب إلى ذلك بعض الحنابلة، وهو رأي راجح لا شيء فيه، إنه قريبه توفي أبوه أمه أخوه صديقه حتى يعني، وأراد أن يصلي له لا يصلي عنه، ومعنى يصلي له أن يصلي لله عز وجل بنية أن يهدي هذا الثواب يعني إلى فلان. بالإذن يعني كما موجود عندنا في المسيحية، يعني في المسيحية نحن نقيم الصلاة عن على نية الميت، يعني يقال إنه هذه الصلاة تساعد الميت، يعني نقيم يعني الصلاة على
على نية الميت، ولكن إهداء لا نقيم الصلاة عنه، هذا المقصود. بالضبط بالضبط، هذا في أمر النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين المسلمين وبين المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فلا يجوز لأحد أن يتركها من أساسه، وإن تركها تكاسلا وجب على الإمام أن ينبهه إلى ذلك، وأن يستعتبه وأن يستتيبه وأن يرده، وأن ينصح في الله عز وجل من إخوانه وأحبابه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة قال صلي واقفا، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فأومئ، يعني أشر ولو بعينك. وهذا ما عليه جمهور بل إجماع علماء أهل السنة، ولم أرى في ذلك مخالفا. والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة، وكما تفضل فضيلة الشيخ خالد دكتور خالد، ويقول الآيات التي تؤكد أن المسلم يحاسب أمام الله عز وجل عن عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا في أمر الصلاة. إذا جئنا إلى أمر الصيام، فأمر الصيام جمهور المسلمين في أهل السنة يقولون كما تفضل الشيخ أحمد الجعفري، جمهور السنة عندنا يقولون بأنه إذا مات الإنسان وعليه صوم فلا يجوز لأحد أن يصوم عنه، وخالف في ذلك السادة الشافعية، فريق من الشافعية قالوا في رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رويت إلينا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا الذي قلت فيه إذا كانت هناك صلة دم بينه وبين المتوفى، فمن مات له أبوه أو أخوه أو عمه أو خالته أو وكان أقرب الناس إليه جاز أن يصوم عنه، جاز أن يصوم عنه قضاء في أمرين الخلاف. منهم من حمل الجمهور حملوا أن من مات وعليه صوم، قالوا هذا يقصد به صوم النذر. تفاريع فقهية كثيرة، ما عادش بدنا نفوت بالتفاريع هاي، بدنا نحكي نحن بالتفاريع فقهية نحن. فأنا بس آسف لابد من التفاريع الفقهية. أما أمر الاستئجار فالحج، لأن فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال أحججت عن نفسك، فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج عن الغير. وكذلك الزكاة يجوز أن يولى غيري في أن يقوم بها، وهنا نجد التشابه بين الزكاة وبين الحج، لأن أمر الزكاة وأمر الحج يغلب فيه المال، ولا تغلب فيه عبادة البدن. خليني شيخ تامر، أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح، على هذا الكلام، ولكن قبل ما أنقل لك دكتور بروفيسور خالد، خليني بس أخذ تعليق من الشيخ أحمد طالب على ما ورد من الشيخ تامر مطر. هل هناك من أي توضيح؟ نعم، أول شيء اللي تفضل فيه شيخ تامر نحن صحيح، لكن نقول أنه هي هذه الروايات التي أشرت لها، أنه في موضوع الصوم هناك نقاش، في موضوع الحج هناك نص، حتى في موضوع الصوم هناك نص. الآن بالنص يأتي الموضوع الاجتهادي، أنه إذا كان كل عبادة يقصد فيها قصد القربة إلى الله من صاحبها، وإذا أنا بدي أطبق الآية التي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، طيب كيف بدي أطبقها على الحج إذا أنا بدي أحملها على أنه لا يصح أي فعل إلا من صاحبه؟ معنى ذلك أن ليس للإنسان إلا ما سعى، بمعنى أن العمل التام لا يتحقق إلا بالسعي المباشر. أما إذا سعى بواسطة بأن أوصى أو دفع مالا في مقابل العمل، إنه يكون نوع من السعي. اليوم أنا إذا أنا توفيت وكنت موصي أنه ما بنيت ولكن كلفت أحد أن يبقى مال، هل أقول أن هذا المسجد لا يتقبله الله مني لأنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لم أقم بالبناء مباشرة؟ هل أعتبر أن هذا الأمر كما يسبق على الحج كذلك؟ اليوم أنا أقول رواية الحج التي ذكرها الشيخ هي نفسها إذا أردت أن أطبق عليها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كيف يتم ذلك؟ ما هو لم يسعى، ما هو مات ولم يحج، وطلب النبي أن يحج عنه بعد أن يحج عن نفسه. فإذا علينا أن نوسع من دائرة الفهم النص القرآني، وأن نعتبر أن هذا نوع من الاجتهاد، وهناك شيء عند أهل السنة اسمه القياس،
نحن عندنا اسمه تنقيح المناط، بمعنى أنه نجري القواعد العامة التي أشار إليها النبي في موضوع معين من العبادة، نأخذ منها قاعدة عامة أنه كما سمح في العبادة التي يجب التوجه وقصد القربة فيها وهي الحج، معنى ذلك أنه يمكن أن نجري هذا الأمر ونعتبره قاعدة كلية تنطبق على بقية العبادات. طيب خليني أسمع رأي البروفيسور خالد. موضوع تنقيح المناط، موضوع تنقيح المناط هو مسلك من مسالك العلة الذي هي ركن من أركان القياس، فهي عندنا وعندكم، بس نحن الآن عم نحرر مذهب أهل السنة في هذا الموضوع. العبادات في الإسلام كما نراها في مذهب الشيخ، وأن ليس للإنسان، سمحت الدكتور، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كيف بدك على تفسير اللي حضرتك قدمته، كيف بدك تطبق على موضوع رواية الحج؟ صحيح. طيب الأول شيء، العبادات عندنا ثلاثة أنواع. في عندنا عبادات بدنية محضة، هذه لا تدخلها النيابة ولا الإجارة ولا الوكالة ولا غير ذلك، والتي هي الصلاة والطهارة. هل يمكن أن تكلف غيرك بأن يتطهر عنك؟ هل يمكن أن تكلف غيرك؟ هذا أول الكلام شيخنا، ما أنت عم تحكيني، هذا أول الكلام، أنك تفرق العبادات بحسب قصدك. عم بتقول في سماحتك أنه ممكن واحد يصلي عن واحد، أنا عم بقول لك كيف يمكن؟ ألا يقصد بالصلاة قصد القربة إلى الله؟ ألا يقصد بالحج قصد القربة إلى الله؟ بالحج ألا يطلب قصد القربة إلى الله؟ يقصد أليس فعلا؟ يعني أنا بالحج ما في عندي صلاة ركعتين بالحج سمعت الشيخ بعض الطواف؟ طيب ما هول أنا لما بقول له روح حج مش عم بطلب منه صلاة ركعتين؟ لا أنت عم تلزمني يا خليني أحكي كمان، في مجال ولا فيش مجال؟ لا عم بحكيك انه ما الحج لما بدنا نحكي. طيب اخذ وعطى، حتى بالحج اخي، حتى بالحج ذهب عندنا الحنفيه والمالكيه وهما مذهبان رئيسان من مذاهب الفقهاء الى انه لا يحج عن الميت. واما الحديث الذي ذكره الشيخ تامر فهو حديث ضعيف لا يصح. دقيقه بس خليني كمل بس، لا دقيقه بس، عم بحكي عندنا حتى انت عم بتحاول تلزمني بموضوع الحج. موضوع الحج حتى عند اهل السنه لا يحج، لا يصلي احد عن احد، كل واحد بيصلي عن نفسه، هذه هي العباده. يا صديقي يا سماحه المفتي، ضابطه انه انا بقعد، ضابطه انا بقعد هو بيصلي عني، وانا بقعد هو بيصوم عني، وانا بقعد هو بيحج عني، ضابطه هذا الموضوع؟ اترك الموضوع. ما الذي يفرق بين الميت والحي في هذا الموضوع؟ لماذا جعلته خاصا بالميت؟ سؤال لك، هل هناك ما يمنع في الفقه الجعفري من ان يصلي الحي عن الحي؟ طبعا ممنوع. ومن ان يصوم الحي عن الحي؟ ما بعرف، يمكن قطع يا سيد طوني. أنا لا أرى في هذه الفتاوى إلا نوع من تخفيض قيمة الدين في حياة الناس. ما معنى أن يصوم فلان عن فلان؟ يعني أنا بأكل وبشرب وبعطيه مصاري، ما هو شو القصد من العبادة؟ القصد من العبادة الخضوع والتذلل وتنفيذ الأوامر. إذا أنا بديش نفذ الأوامر وأفتدي بالمال لم يعد هناك قيمة للعبادة. العبادة أن يراك الله ساجدا بين يديه، العبادة أن يراك الله راكعا بين يديه، العبادة أن تكون ترمي الحصى بيدك، أن تطوف حول الكعبة، العبادة أن تكون صائما، أن تحس بالجوع والعطش. الهدف من الصيام أنه واحد يصوم، ولا الهدف أن تشعر بالجوع فتشعر بآلام المساكين وآلام الجوعة وآلام الضعاف؟ أنا أشعر حتى أهل السنة بس بموضوع الحج فقط، بس بموضوع الحج قال بعض الفقهاء يحج عنه لا تجارة، يعني مش خد مصاري والله أنت بألف، لا أنا لقيت بثمانمية، أنا لقيت بسبعمية، لا، وإنما يأخذ أجرة تعبه، يعني بتكت الطيارة منه مضطر، أنا بدفع تكت الطيارة، الباص، الأوتيل، غيره أنا بدفع، بس الصلاة هونيك بيقول أنا أصلي عن فلان، لا بصلي عن حاله، حتى بس بلبيك الحج بيقول لبيك اللهم عن فلان، إذا كان في هناك سبب إنه الزلمة كان بده يصلي وعجلته المنية فقط. هذا الموضوع بيجعل هناك قيمة للأوامر الدينية. سمعت المفتي، ما عم ترجعوا تقدروا تاخدوه؟ طيب بدنا نعتذر منه لسمحت الشيخ المفتي جعفري أحمد طالب، لما نسمع منه كلمة أخيرة. الشيخ تامر مطر كمان من القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة. بروفيسور خالد عبد الفتاح، الشيخ خالد عبد الفتاح والكاتب الإسلامي، شكرا لك. نحن كان همنا نوضح لأنه كان في سجال حول هذا الموضوع، ما إذا كان هذا الموضوع فتح أسواق،
فتح أسواق في بعض المناطق. ناس ما هي هذه الأخت آلة الأخت قبل شوي إنه نحن حسب ما بيقولنا الشيخ بناخد يعني وكل واحد حسب مادياته، هذا صار سوق. يعني في ناس عم بتقول إلى 23 سنة عم تشتغل، 23 سنة تصلي عن الناس، هل الصلاة تقصد بها وجه الله ولا تقصد أن تأخذ المال لتؤدي العبادة؟ في فرق كبير بين الله هو من يحكم على النوايا بالنتيجة يعني واضح جدا، بس يعني الواقع يدل على ذلك. شكرا لك شيخ بروفيسور خالد عبد الفتاح، ما قدرنا نرجع نتواصل مع الشيخ أحمد إيه. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذنه تعالى، تصبحون على خير.